الله أكبر. مباركة في مال مبارك وصالح إن شاء الله تعالى. آخر مرة طلعت من حما إيمات، إيمات زرت حما آخر مرة؟ أول شيء مبارك. الله يبارك بعمرك. إيمات إيمات طلعت من حما؟ 2017. 2017 آخر مرة أنا. أبو عابد تعطيني هذا العلم شوي معليش؟ بعد سنوات. علم الثورة بفضل الله عز وجل اليوم متواجد بحما، رب العالمين من علينا وبدنا نقول لهم مثل ما قال عبد الباسط ساروت الله يتقبله: يا حما لبيكي ما ننسى ماضيكي، يا حما لبيكي ما ننسى ماضيكي، ولا اللي عاديكي بنروح نفديكي بنروح نفديكي، لبيك يا الله. والله ما عاد في كلام، والله ما عاد في صوت، والله ما عاد في شيء مشاعر. فيكم شيء؟ يلا لا بس لا تستعجل تمام. الطرقات فيها فيها شظايا مشان ما ينضرب دولابك. هدي وما في شيء، الشباب كله اخواتك اللي جوا. هدي يا خيتي والله نحن اخواتكم. هدي شوي، هدي هدي، يلا توكلوا على الله. الله وكيلك صار لنا 13 سنه معيشيننا هيك، كل ما ضغطنا هون بضربوا المدنيين. توكلوا على الله، توكلوا على الله، ليكم الشباب صاروا عندهم، توكلوا على الله. مبارك ان شاء الله. مبارك 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 ان شاء الله. مبارك ان شاء الله. انا وياك بنسجد على ارضه، انا وياك، انا وياك بنسجد على ارضه. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. مبارك يا شباب، مبارك مبارك ان شاء الله. مبارك يا شباب، مبارك ان شاء الله. يمون الوردي والله الفرحة اللي عايشينها أبناء مدينة حما والله لا تمكن أن توصف. 13 سنة وهم عايشين بالذل، 13 سنة وهم عايشين ومفتقدين لأدنى مقومات الحياة. اليوم أبناء الثورة يجوهم إن شاء الله تعالى. نحن جيناهم لنرفع الظلم عنهم، جيناهم لنعيش العيش كريم يستاهلوها. الله عز وجل من علينا وأكرمنا بفتح مدينة حما وما رح نوقف هون بإذن الله تعالى. نطلب من أخواننا في إدارة العمليات العسكرية ننسى موضوع صد العدوان أو ردع العدوان ونسميها خلع العدوان بإذن الله تعالى. مستمرين حتى آخر حبة تراب من وطننا سوريا بإذن الله تعالى. وأنا من مكاني هون كابن مدينة حمص، والله 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 كان ابن مدينة حمص، والله شامم ريحة حمص من حما. أسألكم بالله أخواننا المجاهدين لا تخلوا شيء يوقفكم، ترى والله هالناس كلها بظهركم والله بإذن الله تعالى. نحن وعدنا شهدائنا، وعدنا شهدائنا أنه نحن نكمل مشوارنا، فمن مكاننا هذا نستذكر شهيدنا عبد الباسط ساروت وقت اللي غنى: يا حما لبيكي ما ننسى ماضيكي، يا حما لبيكي ما ننسى ماضيكي، وللي عاديكي بنروح نفديكي بنروح نفديك، لبيك يا الله دين ووطن مغلى لا ما نحل الجيبة، لبيك يا الله. كعادة نظام الأسد يستهدف المدنيين بشكل مباشر داخل مدينة حماة. نحن حاليا في حي الأربعين داخل هذه المدينة المحررة حديثا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ثوارنا أبطالنا الذين وعدوا وكانوا قد الوعد
بفضل الله عز وجل مستمرين إلى حمص دمشق إلى آخر حبة تراب في سوريا بإذن الله. المهجر من 13 سنة من مدينة حماة اليوم بإذن الله تعالى راح يرجع على أرضه اللي اشتقله. والله أنا في معانا زميلي معانا والله ما قدر يمسك دموعه. الحمد لله رب العالمين، الله ألعن علينا، الحمد لله رب العالمين، الله فضل علينا بإذن الله تعالى. الشهداء اللي تقدمت بمعركة حماة ومعركة تحرير حلب، معركة ردع العدوان بشكل عام، إن شاء الله دماءكم راح نصونها إن شاء الله. الأمان اللي حطيتوها بأرقابنا، إذا الله كتب لنا عمر وبقينا موجودين وبقينا عايشين بإذن الله تعالى دماءكم ما راح تروح على الفاضي. الأمان اللي سلمتونا إياها بإذن الله تعالى إدارة المناطق المحررة راح تكون قد المسؤولية بإذن الله.